اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني وجد السحر في بيته شغلات وشعر وما بعرف شو وشغلات خزعبلات جاهلية. في أيام رمضان اكتشف بعد ما عمل طريقة رجعية فكر في كنز هنا وطلع في سحر وليس كنزا. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى كشف حتى يفتح هذا الرجل في بيته أهل بيته من الأمراض والظنون والشكوك أنه هنا في شيء في أمر، وراح قال لي راح ينجن إلا شوي. سبحان الله، دلينا على هذه الطريقة اللي شرحتها، راح أحاول أحط لكم الرابط في هذا الفيديو. سحر للأسف الشديد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخواني، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. اكتشف الأخ هنا السحر في بيته بعد ما عمل الطريقة اللي حكينا عنها، طريقة رجائية في كشف أي شيء كان كنزه، وإن كان الشيء أنت تسأل تستخير الله سبحانه وتعالى عنه، في خاصة في رمضان الإجابة. وهذا دليل الإجابة في رمضان، حتى ما حدا يقول أنه عم نعمل شيء في رمضان، نحن نفعل شيء ما يسره الله لنا وما أبيح لنا، ما عم نعمل شيء غلط. فأنه حينما يعني ننتقي رمضان بين الأيام حتى نستخير الله وندعو الله، هذا مو خطأ. يعني الأخ هنا كان فكر في كنز، والأسف طلع معنا سحر، وسحر قوي، وكان في شغلات كثيرة طلعت في التراب، ما عم يعني عم نشوف المحيص منها. شايفين إخواني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعرف في شعر كمان، وين الشعر هون؟ ما بعرف وين الشعر بالتراب. هو ظن إنه في سحر، طلع في سحر وليس كنز. يعني ظن إنه في رزق أو شيء، وكان يرى منامات ويرى أشياء وكوابيس، وأهل بيته أمراض وأوجاع، والمسكين يعني يعاني في بيته، يعاني من ظروفه السيئة، ما بيعرف شيء، يعني ضايع الرجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول الذين يؤذون الناس اتقوا الله، اتقوا الله يا جماعة، يا جماعة اتقوا الله. والله يا حرام، نحن اليوم في نهار رمضان نكتشف هيك تؤذوا الرجل، يعني وصلوا أهل بيته هو لمرحلة الجنون ومرحلة الصعبة، والله يعني ألهم ويأخذ الطريقة اللي حكيناها، الطريقة الرجائية في كشف الكنوز أو كشف الأشياء، طريقة رجائية إلى الله سبحانه وتعالى، الاستخارة ثم الدعاء ثم قراءة ياسين ثم. والرجل الحمد لله يعني فورا أشار إلى المكان وقال شوف شو طلع معنا، طلع مو كنز، طلع في سحر في المكان. على كل حال إخواني الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يصلح ليهدي جميع، اتقوا الله يا جماعة. في نحن إسلام، في بعضنا لا يجوز هالخزعبلات الجاهلية والشيطانية والسحر، شرك بالله، الإشراك بالله والإضرار بالناس يا إخوان، الإشراك بالله والإضرار بالناس. يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين بابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يجوز نحن مسلمين نتعامل بهذه الأمور يا إخوان، ما يجوز، حرام حرام يا إخوان، حرام. نتقي الله في أنفسنا في ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يحمي الجميع إخواني الكرام، حبينا نفيدكم بهذه الأشياء. ربنا يفتح الخير على الجميع ويصلحنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يتقبل منكم صيام القيامة يا إخواني.